كيف الحال؟ هلا عبد العزيز، شلونك؟ هلا خالد، اخيرا نورت ابراهيم. السلام عليكم، شلونك؟ كيف حالك؟ وراكم الدنيا متوتره هنا ولا السالفه؟ والامور زينه ان شاء الله. اليوم اللي قبل العيد عادي، انتم خذوها باريحيه. عرفت اليوم اللي قبل العيد؟ مسابقه، عرفت؟ كذا اليوم اللي قبل العيد نوم البيت هادي. قاعد اقول لك حاجه تضحك. لا انا ما فهمت، المفروض اني خلاص. حياكم الله شباب. يلا ابو معتز، هنا ولا هنا ولا هنا؟ تعالوا شباب. طيب تعالوا شباب، هذا ملعب الطائره. طيب وراه قايل كذا، جري جري. طيب شباب، عشان شوي شباب، عشان انا في جوالي اشياء خاصه لكم. اوه معليش، ترى احب اعطي راحه تخصصيه. حياكم الله شباب. شباب الباقيين اللي في البرايم، عبد الله الجعداني، يا ابو سعد، عبد الله، من بقى عندنا محمد الفهري، يوسف المزروعي. عاد هو المفروض اني اول واحد اذكره يوسف. يلا شباب عزامهم تاخروا علي الحين كذا، وانا ما ودي اطول صراحه. يلا يا محمد، يا فهري، عبد الله ازهم اللي في البرا، عبد الله الجعداني تعال. مبروك حصان عبد الله خماش، ولا كان منور ام البرايم بكره. الله يطول عمرك. يلا يا شباب، من اللي عندك؟ يلا عقبال الشباب كلهم ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك الى يوم 90 استاهل. قاعد على كبدي. لا ها ان شاء الله قاعد بقلبي. تشوف الابداع والتعلم. الله يوفقك. هلا ابو سعد، هلا والله، يا مرحبا. صدق انك خربت علي في حاجه، لكن بسامحك بما اني محصن كنت فيكم. بشر الله، اشكر. تشكر مين؟ اشكرهم الله يا جعل. تشكر الجمهور؟ اي والله. طيب عبد الله تجي عندي هنا لهن تنوسع. بس بعد ما تخلص يا ابو معتز. يوسف برضو، عبد الله افتح المايك بالله. والله فاتح، بس ممكن في مشكله ولا والله مفتوح؟ لا يقول مفتوح يا شباب. مايك عبد الله مفتوح، لا تسمعوني؟ لا مو مفتوح. والله مفتوح. اوكي 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 سريعي. الله يصبحك بالخير. يا هلا وسهلا. الفهريه انا امل نايم امداه ينام. ما نام، اسمعني فيديو. اي وانا بنوب عنه. طلع منه تنوب عنه، لكن راح ياخذ خصم فقره صراحه. لا انا معليش شباب. تحيه لمحمد الفهري. مرحبا مشكور. والله شيف بيت. تحيه لمحمد الفهري شباب. يا محمد والله نجح على صدرك السريع. على الطلاق انه ما يضيق. لا يضيق، لا يضيق، لا يضيق ابدا. كابو ابو سعيد، عليك بصد بيض الله وجهك. والله يقول كذا رد ولا كيف؟ لا ما هو برد، عليك بصد ابراهيم. الله يوفقك يا محمد. ما خلقنا الا اليوم. شباب المطلوب منكم هدوا انفسكم، لا تنشحنون زياده، الامور طيبه جدا. في الاخير هذه لعبه، هذه قواعد لعبه، ما تزعل. تخيل انك قاعد تلعب مباراه ضيعت لك بلنتي بتزعل ولا سجل فيك جول؟ هي في الاخير لعبه والدنيا يعني يوم لك ويوم عليك. ويوم عليك، فوسعوا صدوركم. والله ما نحب نشوفكم متضايقين، في الاخير هي لعبه. والله ما احنا متضايقين بس ابشر، وايام كلها طيبة. ايام قليله وبتنقضي. وسعوا صدوركم. رمضان جاي. اهم شيء محمد، اهم شيء الشباب كلهم. يوسف تفلتت على صاحب القرار، خفنا احنا. طيب شباب اليوم جايكم طبعا فرق دعمكم. طيب العرض اللي هو المعتاد اللي هو 100 ريال رصيدي من اللي حاب يشتري. يا شباب طبعا في شباب وصلهم، في شباب ما وصلهم. اللي وصلني ثلاث اسماء. انا حتى لو وصلني شيء يعني بيض الله ويهم، ولكن ما باخذ لانه شعار بعد قصيده. ما في مشكله، الخيار لكم مطروح. اللي وصلني لمحمد وانس وسالم. خالد يوسف عبد الله ما وصل شيء. عموما هو ما هو يعني، بس ممكن هم تفاجئوا يعني. عبد الله اول ابراهيم، خالد اول ابراهيم، عرفتوا يوسف يعني في الاخير هو قرار يعني. فانتم حابين تشترون شباب ولا لا؟ اذا بشتري بشتري وبعطيها الشمراني ولا حد ما قد. لا والله يا ابو سعيد، انا عاد انت اشتر على هواك. ما جاء شيء انا اللي اعطي. طيب محمد هذا انا بعلمك، انا ما ابيها. اذا حد الشباب يبغونه انا شاريه واعطيه عليك بس. طيب انت اشتري وبعدين انت تفاهم مع الشباب. ايش رايكم بعته؟ ها بعتك ب 100. طيب انس حاب ولا مو حاب؟ انا جاهز، عندي قصيدتي لكن تقديرا للجمهور بشتري منه. آسم. سالم مثل ما قال انس، تقديرا لمجهوداته ما باخذ. يستاهلون يستاهلون. طيب شباب عندي اليوم ببيع 10 اسئله عليكم، بس ممكن تاخروا عني شوي. طيب يلا. تعرف احيانا انا ما عندي شاشه القافه يعني. حابين تشترون يا شباب؟ نعم. 300 ريال قطه فيما بينكم، يعني كل واحد ياخذ له 50 ريال. مو بالضروري يمر عليك سؤال، وممكن يمر عليك سؤالين ثلاثه واحد الى اخره. تمام. طيب نقول قابل. طيب اذا سجلوا يا شباب، 300 تحسب على الشباب. تمام. عندنا اكبر جبال المملكه من حيث الارتفاع، جبل الابيض. ما حد يسجل شباب، احنا متفقين من اول. نبدا الاجوبه. الابيض أكبر جبال المملكة من حيث الارتفاع، جبل الأبيض. طيب أول سؤال
كيف هو سؤال؟ يعني أنا بعطيك عشوائي. لا لا هو رقم واحد شاب احسبه معي كنترول ابو معتز بحكم اني اول شيء احفظها في راسي يعني ما سجل احفظ إيه إيه. هذه من شروط كم سؤالي بعطيكم 10 يا شباب صوت مرتفع كان الاعلان عن العيد في الحدود الشماليه قديما يطلق عليه الصيت الصيت اي حلو محافظه اشتهرت بصناعه البشوت في المملكه الاحساء كلكم عارفين ما شاء الله نعم في اي عام تم الاعلان عن مشروع داون تاون جده عام 2017 هذا السؤال الرابع يا شباب كم 2017 تمام تقع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة هذا السؤال الخامس تمام يا شباب منطقة كانت سكن لعمال أرامكو في خط التابلاين قديما اللي هي النعيرية سميت مدينة المجمع بهذا الاسم نسبة إلى تجمع السيول يا سلام عليك طيب بني جامع الإمام تركي بن عبد الله قبل 161 سنة هذا السؤال السادس طيب كم تبلغ مساحة قصر لينا التاريخي 1000 متر مربع من الشعاب المرجانية التي تقع في المدينة شعب مبارك في أي عام تم تأسيس مجلس الشورى 192 في أي عام أطلق أو تم إطلاق النشيد الوطني عام 1984 إحنا وصلنا السؤال الثامن تقريبا يا شباب أين تقع مدينة بلحمر في عسير في شمال أبها شمال أي روضة تقع في منطقة الرياض روضة نورة ارجع للسؤال اللي في تاريخ ما عاد أقدر أرجع هو النشيد الوطني كان عام 1984 لا طيب لا. شباب عشان الوقت بس والله عشان الوقت ما عاد اقدر طيب شباب عندي كرتين اليوم الكرت الاول من حظ يعني بيكون عليه مزاوده اللي بياخذه حيدبل درجات ابراهيم في حال انه رجع بحيث انه جاوب على 2000 حياخذ 4000 المزاد من 100 ريال على هذا الكرت من يرغب منكم 100 200 300 400 600 احسبوا زين يا شباب 600 700 800 900 محمد 1000 سالم 1100 محمد 1100 محمد 1100 محمد واشترى الكرت محمد 1100 طيب شباب عندنا الكرت 1100 محمد الفهري نعم سجلوا عندكم محمد الفهري طيب الكرت اللي بعده يا شباب نبدا عليه المزايده من 50 من يحصل عليه بيرجع برصيده كامل من إبراهيم ما يرجع بالنص من أراد من 50 يعني بترجع بالقيمة اللي تأخذها مش ترجع بالنص زي ما كنا سابقا كيف ما فهمت الآن يعني يكسب إبراهيم يأخذ 2000 في الأسئلة بيرجع بألف في حسابه حلو اشتريها 50 هذه تبدأ مزايدة من 50 ترجع برصيده كامل ها الدبل هذا خلاص محمد أنت خلاص كرت واحد طيب ما يبدأ كرت ثاني ما يبدأ كرت ثاني ما تستفيد منه لا لا أتكلم محمد ما يستفيد منه حد تضرب الدبل عندك فهمت لأنك كنت خلاص الدبل 100 200 حسبوها صح يا شباب قبل الدبل أدبر يعني أخذ دبل المبلغ اللي خذيته في إبراهيم أنا أخذ لا لا دبل درجة إبراهيم أنت عندك 100 ولا 200 قلت أنا 200 200 سالم ها شباب 300 400 نبيع خلاص بيع سالم صحت راسك سالم ب 400 يعطيك العافيه يا شباب اتمنى لكم حظ سعيد لا شيله ما نشتريها ويوم موفق عطيتكم اسئله شرنا ايش نشتريها كم شرت هذا 350 يسجلون الشباب في الكنترول يعطيكم العافيه يا شباب الله يعافيك اتمنى لكم خفيف عليكم على الاحساء تجمع المياه 61 92 النعيريه الحدود الشماليه الحدود الشماليه روضة نورة في الرياض 2017 اللي هو تأسيس النعيرية التابلاين النعيرية 84 التابلاين النعيرية مو بالتابلاين تأسيس ذا لاين داون تاون او داون تاون جدة ما هو بالنعيرية تاون جدة شمال جنوب جدة داون تاون شمال الجنوب شمال الاحمر شمال الجنوب شمال حفظها مشروع ذا وشو ما فهمت يرجع يقول لك يا طول عمرك كل لبس كل لابس لبس وكانك وتضبط لبسك ووجهك لأنه تعبان ويكون عليك حكم إعدام أنا أتكلم عن الفكرة مو بالعين يا روحي يا روحي أبو خاد مشينا أبغى شبة نار عشان أقدر أرتبه وراقي موجود
ما مش ما ندخل مش كيف ما ندخل والله ما تخرب زينك ربيع. أنا من أكبر السعيدين لرجوعك لأنك رجل تضيف للبرنامج، وأنا من أكبر السعيدين لتوفرك في البرايم لأنك أنت وأشكالك يضيفون للبرايم وسيعودون جراء ما يقدمون من الإبداع والإمتاع. تحياتي. متأكد من إبداعك ومتأكد من رجوعك يا حبيبي إلى الأمام يا كبير. التوفيق الله سبحان. يا لا 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 المنطقة كاملة تنقبض على كلمة مثل هذه. سمعتني؟ يا ابو مساعد ايه ما ترقح حجاجك واقسم بآيات الله، ثم اقسم بآيات الله لو انت طلقت العنان على نفسك. سمعت؟